أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في أفريقيا، حيث تم ذلك خلال الاجتماع الذي تم استعراض مقترحات لزيادة التبادل التجاري. تم أيضا استعراض المؤشرات الخاصة بالتواجد المصري الحالي في السوق الأفريقية، حيث وصل حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي إلى 6 مليارات دولار بنسبة ارتفاع بلغ 13%. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإعداد حصر لإجمالي قطع الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها الفترة الماضية، بالإضافة إلى موقف كل قطعة وما تم بشأن الأراضي التي لم يشرع المستثمر في استغلالها. كما وجه مدبولي بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية خاصة بمدن السادات وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وغيرها، مؤكدا أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين. أعلنت الحكومة تفاصيل التقرير السنوي الذي يتضمن نتائج الشركات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالإضافة إلى التمويلات التنموية الميسرة على مدار الفترة من 2020 إلى 2023. كشف التقرير أن إجمالي حزم التمويل التنموي الميسر والمنح التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية بلغت نحو 38.8 مليار دولار. اليوم هو حدث هام للحديث عن التطورات التي حدثت في مصر والناتجة عن الشركات الدولية. فوزيرة التعاون الدولي تحدثت اليوم عن ما تحقق على الأرض والناتج عن هذه الشركات، ونحن كأمم متحدة شاركنا في هذا التعاون بمجالات متنوعة كمجال الزراعة والصحة، ونحن سعداء جدا بهذا التعاون. وهناك خطة لتعاون ممتد لسنوات قادمة في مجالات ذات أولوية لمصر كمجال التعليم والصحة والبيئة وملف تمكين المرأة، وخاصة أن مصر تحرص تقدم إيجابي في هذا الملف. الحكومة النهاردة ماشية مع توجهات الدولة في الاهتمام بدور القطاع الخاص في الفترة القادمة، ومنصة حافز الحقيقة اطلعت النهاردة على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في إتاحة الفرص للمنح لمشروعاتها وبالتالي خلق فرص عمل، وأعتقد أن ده شيء بيهمنا كلنا في هذه المرحلة. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلا من 1105 اعتبارا من الأول من يناير لعام 2024. كما أشارت الهيئة إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه. أعلنت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة بالقناة، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة. وأشارت الهيئة إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 من نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من العام 2023 انخفضت لتبلغ 9.1 مليار دولار. كما أوضح المركز أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال الربع الثالث من العام 2023 نحو 8.5 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار، وذلك خلال الربع ذاته
من العام 2022. دعت الحكومة البرازيلية مصر للمشاركة كضيف في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال الفترة الرئاسية للبرازيل للمجموعة التي بدأت من ديسمبر الجاري ولمدة عام. تعكس الدعوة البرازيلية روابط الصداقة والتعاون ما بين البلدين، وتجسد مكانة مصر إقليميا ودوليا ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية.